إذا للوقوف عند استمرار صراع شركاء العملية السياسية على المناصب، ينضم إلينا عبر سكايب الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور حامد الصراف. دكتور حامد حياكم الله، مرحبا بكم. يعني كما استمعت إلى التقرير، الخلافات لا تزال تعصف بشركاء العملية السياسية على تشكيل مجالس المحافظات، أليست هي محاصصة وتقاسم الكعكة دكتور؟ نعم، شكرا جزيلا عزيزي استاذ محمد على حياك الاستضافة الله. الكريمة، تحياتي لكم ولجمهور المتابعين الأعزاء. بالتأكيد هو يعني محاصصة، وأيضا الآن زادت وضاقت الحلقات. الآن حتى المحاصصة أصبحت الآن منتقات، يعني عليها خلافات شديدة، لأنه كانت أكثر اتساعا في تنويع المشاركات. الآن المشاركة ضيقة جدا، المساهمة أو مشاركة الشعب العراقي، يعني المحافظات ال15 اللي أجريت بها الانتخابات أيضا قليلة جدا، يعني بعض الأرقام تذهب إلى أقل من حتى 10% في محافظات عديدة. يعني هذا دليل عزلة الطبقة السياسية الطغمة الفاسدة هذه، زائد أنه أكيد المغانم هي موضوع اهتمام وموضوع الصراع الأساس في العملية برمتها. مسرحية الانتخابات هي مسرحية سمجة، يعني لم تفوت على الشعب العراقي من باب الفكاهة والسخرية من هذه العملية، لكن الطبقة السياسية ما زالها متشبثة في هذه المناصب، لأنه هذا الحقيقة منبع فساد كبير جدا. نعم، هو في هذه النقطة دكتور، أنت تطرقت إلى نقطة مهمة جدا أشكرك عليها. مجالس المحافظات كانت بابا من أبواب الفساد، خرج عليها ثوار تشرين وطالبوا بإلغائها. هل لأنها باب واسع جدا من أبواب الفساد يتم التناحر عليها من قبل الأحزاب والميليشيات؟ بالتأكيد هي الحقيقة مورد مهم جدا، لأنه تعرف أستاذ محمد الحكومات المحلية تمتلك صلاحيات كبيرة خصوصا في الجانب الاقتصادي. يعني المحافظة حتى يعني الشرع بعض المشاريع والصفقات والمناصب وما شابه ذلك لها صلاحيات، وخصوصا بالنسبة لموقع المحافظ نفسه ومجلس المحافظة. فبالتأكيد هناك حلقات ضيقة تتفق مسبقا على هذه المغانم، كيف توزع هذه الموارد، زائد أنه المنافسة الحقيقة بعد ما أفضت الانتخابات هذه إلى بروز بعض الوجوه في بعض المحافظات، يعني كمحافظة ذي قار، البصرة، كربلاء، واسط، نعم. حققوا المحافظين القدامى أصوات كبيرة، لكنه مع ذلك الرغبة بالمحاصصة إزاحتهم والمجيء بوجوه تدعي هذه الطغمة الفاسدة بأنه تغيير وجوه يعني أو نعم. تغيير دماء، لكن العملية الحقيقة هناك منافسة. نعم، لو دخلنا إلى محافظة البصرة تحديدا، هذه المنطقة نعم دكتور حامد، منذ شهر كانون الثاني من عام 2021، وقت أن سجلت البصرة 13 مواجهة مسلحة بين الميليشيات، لم تهدأ المحافظة. لماذا البصرة من أكثر المحافظات التي تشهد مواجهات، سواء كانت على المستوى السياسي أو العسكري؟ ما السبب في ذلك؟ البصرة بالتأكيد سؤال جيد هذا. البصرة أولا هي شريان الحياة الاقتصادية العراقية، يعني مورد موارد النفط الحقيقة جلها تأتي من البصرة، من تصدير النفط من البصرة طبعا. والبصرة معروفة يعني ما تسمى ثغر العراق الوحيد، يعني هي المنفذ الأساس على البحر، على الموارد العالم. هذه من ناحية. من ناحية ثانية أيضا هناك تهريب منافذ النهرية والبحرية الحقيقة في البصرة، يعني هي أيضا منافذ للاغتناء، يعني مسيطرين عليها مجاميع من الفاسدين، يعني طبعا وموزعة بين الأحزاب والميليشيات. هذه الناحية الاقتصادية. من الناحية الجيوسياسية أنه يقربها طبعا للحدود مع إيران، فهناك أيضا
منافسة شديدة، إيران لها أطماع في البصرة، شفنا إحنا نعرفها تاريخيا، يعني حتى لما كانت الحرب العراقية الإيرانية احتلت ميناء الفا ودخلت، كانت يعني ترغب في السير على البصرة، فلذلك الميليشيات هذه ولائها إلى إيران، وبالتأكيد بالتأكيد المنافع الاقتصادية اللي موجودة، زائد أنه السيطرة الواضحة على الإدارة وعلى يعني المواقع العسكرية الميليشياوية. الحقيقة البصرة مهمة جدا، يعني من ناحية موقع استراتيجي بالنسبة للعراق، البصرة تعتبر يعني شيء متميز بالنسبة للاقتصاد، بالنسبة للسياسة قلنا، وبالنسبة للجانب الأمني نعم والعسكري. نعم دكتور حامد، صراع قوى الإطار التنسيقي في على مجالس المحافظات يتعاظم من أجل السيطرة طبعا وزيادة النفوذ في هذه المنطقة الحيوية، في هذه المحافظة الحيوية. باعتقادك وبنظرة مستقبل، بنظرة استشرافية، يعني هذا الصراع المستمر إلى أين سيأخذ بالعراق؟ الحقيقة السؤال يعني صعب جدا، الإجابة أصعب أستاذ محمد. نعم الوضع لا يقتصر على الوضع الداخلي العراقي الآن، الوضع الإقليمي معقد جدا، مثل ما شفنا إحنا الآن قضية ما يسمى محور المقاومة، قضية غزة مرتبطة الآن بكل مجريات الأحداث الآن على الساحة العراقية. الساحة العراقية مرشحة أن تكون ساحة صراع أيضا إقليمي دولي مرتبط بأطماع الحقيقة من قبل دول الجوار وخصوصا إيران، وأيضا البلدان العربية الحقيقة لا أيضا يعني مثل ما يقال لا تهمل جانب الموقع الاستراتيجي للعراق، زائد أطماع أمريكا والغرب والناتو، حلف الناتو. اليوم احنا نسمع يعني قصف على بعض القواعد الأمريكية في إذا كان في العراق، وإذا كان في سوريا من قبل الميليشيات الولائية في العراق. لذلك المستقبل الحقيقة إن يعني الفرصة الأساسية أتيحت للعراقيين كشعب نعم عراقي أن يختارون يعني وضع العراق أن يكون دولة محايدة تماما. الوضع يختلف عن أنه تبقى أو أوضاع العراق مرتهنة بيد إيران وأمريكا ومن لف لفهم. هذه هي العقدة الأكبر، خصوصا غياب الدور العربي للأسف الشديد بمساندة الشعب العراقي باختيار مستقبله بيده. يعني الشعب العراقي عليه أنه بالفعل أن يرص الصفوف من أجل الخلاص من هذا الوضع الاستثنائي اللي يمر به منذ تقريبا 21 عام، منذ الغزو الأمريكي حلف الناتو الغاشم على العراق. نعم دعني أتبادل الأفكار معكم، وربما يعني هذا الطرح ربما لن يكون سؤالا، ولكن بقدر ما هو تبادل لوجهات النظر وتبادل الأفكار بيني وبينكم دكتور حامد. حضور السلاح بأيدي الميليشيات خارج إطار الدولة هو الذي يغذي الصراعات بين أحزاب السلطة، هذا صحيح؟ بالتأكيد السلاح المنفلت الآن والسلاح خارج سلطة القرار السياسي العسكري، يعني اختيار قضية الحرب والسلم من قبل يعني جيوش العالم وحكوماتها تأتي من قبل الحكومة، من قبل القائد العام للقوات المسلحة، من قبل وزارة الدفاع، رئاسة الأركان، يعني مجلس الأمن القومي الوطني هو اللي يختار متى يحارب ومتى يركن إلى السلم. العراق لا يوجد مركز واحد لسلطة قرار سياسي أمني عسكري. الأقطاب الصراع الآن اللي موجودة بين حكومة عينت بالتوافق أمريكي إيراني، يعني مثل ما نعرف أنه محاصصة وطغمة فاسدة جاءت بها أمريكا وإيران، وبين أقطاب الحقيقة موجودين الآن عبر ميليشيات وفصائل مسلحة وحتى سلاح منفرد، حتى عصابات جريمة منظمة. يعني الكل يختار الساعة والدقيقة التي يرتئي فيها إطلاق صواريخ أو يعني نعم نزاعات معينة. هذه الحقيقة جوهر المشكلة في العراق، لأنه لا توجد سلطة مركزية لا توحد الصفوف، ولا هناك قوات مسلحة موحدة، يعني هناك ميليشيات وهناك حشد شعبي وهناك فصائل مسلحة، إلى جانب المنافسة الواضحة الآن مع الجيش العراقي النظامي. نعم دكتور حامد، استثمر وجودكم في طرح ربما يعني هناك ربما غرابة في الأمر.
الإطار التنسيقي يرفض إكمال المحافظ الحالي أسعد العيداني في منصب محافظ البصرة، الغريب أنه جزء من المنظومة الميليشياوية، لماذا يتم الرفض؟ يعني بالحسبة البسيطة أستاذ محمد، هو احتمالات كثيرة، أما احتمالات الولاء يعني المحافظ السابق أسعد العيداني احتمال كبير غير ولاءاته إلى جهات أخرى غير أحزاب المحاصصة والميليشيات، هذا احتمال وارد. احتمال أنه أيضا هناك ملفات فساد عليه أصبحت الآن يعني تعيق مثل ما يقال أو تشوه سمعتهم بطريقة مفضوحة، يعني هذا أيضا جانب آخر، فيريدون يغطون على مكامن الفساد بإزاحة بعض الوجوه التي احترقت. اثنين، أنه هو أصبح عنده نفوذ في محافظة البصرة واضح جدا، يعني حتى زوجته الآن في بعض يعني مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت تمتلك سلطة، تمتلك حتى موكب من السيارات والحمايات، فهؤلاء أصبحوا الآن يعني عوائل متمكنة تستغني عن انتمائها للميليشيات ولأحزاب السلطة الفاسدة. هذا اللي يخلي يعني أحزاب المحاصصة الآن تستغني عن بعض مثل ما يقال الحيتان التي كبرت وتنافسها على سرقة أموال الشعب. عبر سكايب الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور حامد الصراف، شكرا جزيلا لكم.